اهلا وسهلا بجميع متتبعي قناه فريحه خانوم، مرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم كيف ما كتشوفوا درتو على شهيوه رمضانيه بصحتكم وراحتكم. قبل ما نبداو في تحضير الوصفه، بغيت نشكر كاع الناس اللي كيشتركوا في القناه ديالي واللي وصلوني 26 كا. كنقول لكم شكرا لكم بزاف. وبالنسبه للناس اللي راسلوني كيقولوا لي ما كيطلعوش ليهم لي نوتيفيكاسيون ديال الفيديو ديالي، كنقول لكم عاودوا ديزابوناو، يعني حيدوا الاشتراك وعاودوا ديروه باش بقاو يطلعوا لكم لي نوتيفيكاسيون، حيت هادشي طاري عند بزاف ديال القنوات، كاين واحد المشكل في اليوتيوب. ايوا ما نطولش عليكم، الى عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لي لايك وتشتركوا في القناه ديالي. بالنسبه للناس الجداد، ولا عجبتكم الوصفه بارطاجيوها مع الناس اللي كتعرفوا راها وصفه سهله جدا ورائعه، وجربوها وردوا عليا الخبر في الكومونتير، راه كتجي غزاله بزاف. دابا غادي نبداو لتحضير هذه الوصفه. نبداو بالمقادير. غادي نحتاجو لادان فومي كيف ما كتشوفوا معنا، يعني على حساب عدد الاشخاص اللي عندكم في الدار. غادي نحتاجو الفروماج، هذا النوع ديال الكامون اللي سميتو غودا، راه كيتباع في الاسواق الكبرى، يعني راه موجود بزاف. غادي نحتاجو كذلك الفروماج، هذا سميتو شيدار، حتى هو راه متواجد في الاسواق، يعني يمكن لكم ديروا اي نوع ديال الفروماج اللي بغيتو، يعني ماشي مشكل. انا كيعجبني هذا النوع ديال الفروماج، هو اللي خديت. غادي نحتاجو كذلك البطاطا اللي قليتها من قبل وجدتها لكم كيف ما كتشوفوا، يعني ضروري من هذه الوصفه تكون فيها بطاطا مقليه. دابا غادي ناخذ واحد المول ديال الزاج، يعني نتوما المول اللي عندكم في الدار يمكن لكم تستعملوه. غادي نوضع فيه البطاطا فريت كيف ما كتشوفوا معايا بحال هكا. خديت لادان دو فومي وقطعته يعني على طول على شكل الفريت وحطيته فوق الفريت كيف ما كتشوفوا معايا. ضفت عليهم الفروماج اللي قلت لكم من قبل، يعني انا درتو بهذه الطريقه، يعني درت ورقه ديال الفروماج ديال الكامون والورقه ديال الفروماج الاخر، يعني هكا باش يجي ثاني المنظر رائع وكل واحد يتلقى النسمه ديالو. الصراحه كتجي رائعه وكنتمنىكم تجربوها. غادي نحتاجو كذلك لاصوص بيشاميل، انا وجدتها من قبل. يعني جميع السيدات كيعرفوا كيفاش يحضروا لاصوص بيشاميل، اللي كنديروها بالحليب مع الملح الزبده وشي ديال الطحين فورس، يعني كنديروها فوق العافيه حتى كيعقد. انا ضفت ليها شي شويه البزار حتى هو. كاينين الناس كيضيفوا الكوزه، انا ما كتعجبنيش الكوزه في لاصوص بيشاميل، يعني كنستغنى عليها من بعد ما عقد الخليط. وكما كتشوفوا يعني كنصبوا من فوق الكوزاميه. انا دابا غادي ندخلها الفران درجه حراره 180 درجه او 200. بالنسبه للناس اللي بغاو يضيفوا الفروماج الاحمر المحكوك من الفوق يضيفوه، انا ما غاديش نضيفه حيت عندي لادان دو فومي مالح والفروماج الاخر مالح، يعني ما كيلاش نزيدو ملوحه في ملوحه. ها هي الكوزاميه ديالنا من بعد ما خرجتها من الفران، يعني تحمرات مزيان. كيف ما كتعرفوا ما غاديش تحتاج تبقى وقت كثير في الفران، حيت عندنا الفريت طايب، يعني الوقت اللي غادي يذوب الفروماج وتحمر لينا لاصوص بيشاميل ديالنا. وهذه ماشي غير وجبه رمضانيه، يعني هذه وجبه خفيفه للعشاء بالنسبه للايام العاديه، الناس اللي ما كيبغيوش يتقلوا في العشاء بزاف. يعني هذه وصفه رائعه غادي تعجب الكبار والوليدات الصغار كذلك، وكنتمنىكم تجربوها وتخليوا لي كومونتير وتقولوا لي كيفاش جاتكم، راها كتجي رائعه وسهله وما كتاخذش يعني وقت كثير يعني باش توجدوها. وكنتمنى الى عجبكم الفيديو كما ما قلت لكم في اول فيديو، ما تنساوش لايك 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 للتشجيع، وشكرا لكل متتبعي قناه فريحه خانوم، شكرا لكم بزاف، مع تحيات فريحه خانوم.